إذا شيف ضحى، أخبار البلاليط إيش؟ تجنن الريحة يا جماعة. وكرتني بأبوي الله يرحمه كان يحبها، طبعًا هذه الأكلة يحبونها الكبار والصغار. إي. طيب، في ناس تحط بيض، في ناس ما تحط، هي شعيرية تقريبًا هذا كيس. أي. أوكي. حنحط عليه، أول شيء حنحمسه بسمنة أو زبدة شوي. طيب، بعدين بنحط عليه الزعفران والهيل والسكر، ونطبخ البيض لحاله على الجنب. في ناس تطبخهم مع بعض، بس انا ما ارغب بهذه الخطوه. طبعا هذه المقادير على الشاشه بالتفصيل، مقادير البلاليط. ايوه. اي انا ما احب اللي يخلطهم مع بعض، لان حرام يخربها. هي لازم كل شيء لحال، عشان اللي يبغى ياكل بيض، اللي ما يبغى كيفه. حنحط له شعيريه. الشعيريه حالاتها انه تكون كل جزء منها لون، ما يصير كلها لون واحد. حلو، هذه كيف نسويها؟ بس حنحمصها ونشيل شوية ونخلي شوية يغمق. اي تمام، عشان تطلع كل جزء لون. في ناس ما تحمصها تسلقها على طول، انا لا، انا غليت الموية حتى. اي اوكي، وحشيل منها الجزء. وهنا اسهل لكم لو ذوبتوا السكر بالموية كمان اسهل. طبعا زي ما تحبون، ممكن ان تستغنون عن السكر، يعني ممكن في ناس يعني لو انا احس لو عسل اهون يعني. هذه المويه ذوبنا السكر. مره سهله مره، واللي يميزها الزعفران والهيل. انا شفت مدوبه زعفران وهيل مع بعض. ايوه هنا حطيتهم. أي جهزتها. حلو، حتى انا كنت مجهزه ساقو بس ما جبت الحبوب حقتها. أي. كمان في حلا في منطقة الأحساء اسمه ساقو، الساقو هي حبوب السقودانة. ايوه عندكم. بس هم يكرملوا سكر زي ال يكرملوا سكر زي الحلوى البحرينية، وبعدين يحطوا عليه الساقو، ونفس الشيء هيل وزعفران وسمنة. حلو، نفس الحلوى البحرينية. حلو. طيب سويتي حلوى بحرينية؟ اي طبعا رهيبة، يعني هذه الشركة تكون سيجنتشر لمكان معين. أيوة. ولا هذا احبه، احب العكس. هو بدال النشا نستخدم حبوب السقودانة. كثير حلو، كثير حلو، يعطيك العافية. طيب